هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بموضوعية من محافظة الأحساء. أستضيف في هذه الحلقة الأستاذ محمد بن عبد العزيز العفالق، وهو رئيس مجلس المديرين الموحد للشركات التابعة العفالق والحسين، وأيضا رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية في محافظة الأحساء. وطبعا السي في حق الأستاذ محمد يعتبر طويل جدا، لكن أنا اختصرتها بهذه الوظيفتين أو هذه الأعمال اللي يمارسها. مرحبا فيك أستاذ محمد. الله يحييك يسلمك إن شاء الله. في البداية ودي أستاذ محمد تكلمني على منتدى الأحساء، اللي أنتم تعتبرون يمكن هذا من واجهة اقتصادية للمحافظة. إيش أهمية هالمنتدى هذا؟ أولا أشكرك على هذه الاستضافة. وطبعا المنتدى هذا بيكون المنتدى القادم هو النسخة الرابعة من المنتدى. بدأت فكرة المنتدى لتنمية الاستثمارات في الأحساء وجلب استثمارات خارجية ومن داخل المنطقة ومن مناطق المملكة المختلفة أو دول الخليج. طبعا في أول نسخة كانت التحديات كبيرة، وهي أن كانت أغلب البنى التحتية تحتاج إلى تطوير، إن كانت البنى التحتية ك هوسبيتاليتي أو الفنادق، المطار، المجمعات التجارية، الطرق، الانفراستراكشر، البنى التحتية للأحساء. فكانت أكثر ما فيها حريصين على أن احنا ننمي هذه البنى التحتية، وكانت تحديات كبيرة. طبعا الحمد لله تحقق كثير منها خلال المنتدى الأول والثاني والثالث. الأمانة الأحساء صارت كانت بلدية، أصبحت أمانة. الجامعة كانت جامعة الدمام وجامعة الأحساء في جامعة الملك فيصل، فصلوا الجامعتين عن بعض. الواجهة البحرية تم فيها عدة مشاريع، كذلك المطار تحول من مطار محلي إلى مطار إقليمي ودولي. الطرق أصبحت الحمد لله طرق ميسرة، المجمعات التجارية والأوتيلات والفنادق أصبحت جاذبة للسياحة في الأحساء. فصارت الحمد لله يعني البنى التحتية تحققت خلال الفترات السابقة. هل جذبت مستثمرين جديدين للمنطقة؟ نعم، في كثير مستثمرين من داخل المملكة وخارجها بدأوا استثمارات في المجمعات التجارية، في مطاعم، في أوتيلات، في فالحمد لله يعني صارت فيه. الآن التحدي الأكبر نحن كيف نقدر نجيب استثمارات أكثر. فالحمد لله في المنتدى الثالث قدرنا ان احنا يعني ننسق مع وزارة الصناعة وهيئة المدن لعمل تقريبا اكبر مدينة صناعية على مستوى الخليج، وهي المدينة الصناعية الثانية، وخصصت الارض من قبل أمانة الأحساء لهيئة المدن، وبدأوا الان شغالين على مراحل فيها على طريق قطر. على طريق قطر تبعد تقريبا من هنا حدود 60 كيلو. هذه المنطقة حتكون يعني منطقة جد كبيرة، وخصوصا أن خطوط الغاز، خطوط الطرق، والقطار متوقع أنه ينعمل ربطة بين دول الخليج، ربط الكهرباء، كلها تمر قريبة من هذه المنطقة. فيعني المصادر البنى التحتية للمنطقة تقريبا جاهزة. خلال المنتدى الثالث حرصنا أن احنا يكونون أصحاب القرار متواجدين، ومع تدشين الموقع أن يكون هناك التزامات من الجهات الأخرى لتمكين من القيام بتكون البنى التحتية موجودة كغاز، وهذه أخذنا موافقة. ركز عليه المنتدى هنا كمنطقة جذب الأحساء، يعني إيش تتميز في منطقة كجذب استثماري هنا؟ طبعا الأحساء فيها عدة ميز نسبية. أولا قربها من دول الخليج، والكثافة السكانية لدول الخليج قريبة منها، مفترق طرق هي البوابة الجنوبية الشرقية للمملكة العربية السعودية، تشكل تقريبا 20-25% من مساحة المملكة. الغاز متوفر فيها، مصادر الكهرباء، المياه، البترول، العمالة أو القوى البشرية. الأحساء منطقة مصدرة للقوى البشرية من بدايات الغاز والبترول في المملكة العربية السعودية. أغلب الموظفين شركة أرامكو كانوا
من الأحساء ودربوا وتعودوا على العمل في القطاع الخاص، وهذا يعطي ميزة نسبية يعني يمكن تمتاز عن مناطق أخرى، أن نسبة الموظفين في القطاع الحكومي نسبة بباقي المناطق تعتبر هي من أقل المناطق توظيف للقطاع الحكومي، وأغلب تعودوا على القطاع الخاص، شركة الغاز، شركة الكهرباء وظفت كثير ودربت وعودت الجيل الثاني والثالث من أبنائهم للانخراط في القطاع الخاص. هل تعتقد أن الفرص هنا يعني في منطقة الأحساء هي تعتبر يعني سهلة للمستثمر ولا يواجه فيها صعوبات أنه يأتي للمنطقة من خلال الإجراءات الحكومية، من خلال البنية التحتية إذا كان فيها عدم اكتمال أو غيره؟ هل سيواجه بعض العوائق ولا أنه الطريق ممهد له؟ طبعا سؤال ممتاز، لأن احنا هذا اللي بنركز عليه في المنتدى الرابع السنة هذه اللي بيكون إن شاء الله في آخر مارس، نحن نركز على البنى التحتية الأساسية. يعني لما طبعا الشريك الاستراتيجي معنا في هذا المنتدى هي شركة أرامكو والهيئة العامة للاستثمار. طبعا أرامكو تواجه تحدي، وخصوصا أنها عندها خطة لنقل الدريلينج هوب حقها إلى منطقة الأحساء، وكذلك بيكون في مدينة الطاقة، وهذول حيكونون يتوقع أنهم يجيبون أكثر من 500,000 شخص عوائلهم إلى الأحساء. طبعا التحدي الأكبر يكون في السكن، في الانترتينمنت أو الترفيه، المدارس والطرق. فإحنا ركزنا في خلال هذا المنتدى على هذه الأشياء الأساسية، فبيكون تركيز على الطاقة، وهذه بتكون فيها أرامكو وشرح الموضوع الاستثمارات اللي بتكون خلال المنطقة وتوجهات المستقبلية. ركزنا على وزارة الصناعة أنها تنمي المنطقة الصناعية وتكون البنى التحتية جاهزة. ركزنا أن يكون فيه الإسكان وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الإسكان والتعليم والصحة مستقبلا. حاولنا نجيب أصحاب القرار يشرحون خططهم المستقبلية، وخصوصا الحمد لله أن الأحساء مساحات الأراضي فيها موجودة ومتمكن أنه ممكن يعني يستثمر. طيب فيه بناء الإنسان أستاذ محمد، الآن يعني تدريب وتعليم الإنسان اللي في الأحساء هنا تأهيله، نعم، يواجه هذه التطوير أو هذا التغيير. مثلا حين تقول عندنا مدينة صناعية يمكن من أكبر المدن الصناعية المتوقعة للمستقبل، هل يواكبها بنفس المسار عملية تأهيل القدرات البشرية؟ طبعا يمكن هذه عندنا في أغلب المناطق في المملكة أو في الخليج في تأخير في موضوع التأهيل، ويمكن التأهيل ما يكون على المستوى المطلوب اللي يطلب القطاع الخاص، وهذا التوجه بدأ يتغير الآن. يعني بدأنا نشوف الآن معاهد جديدة ومشتركة بين الكليات التقنية مع أرامكو، وفي مشروع نتي الآن اللي هو بدأ في بقيق والآن في الأحساء، وعارف أنه بيكون بينتقل لعدة مناطق أخرى. هذه أصبحت معاهد تخصصية، والمعاهد التخصصية أغلبها الآن مركزة على الغاز والبترول وهذا المستقبل. احنا نطالب أن يكون في معاهد تخصصية على غرار معاهد الفندقة، معاهد التدريب، الأمور الصناعية، الأمور التجارية، وهذه حتعطي دفعة كبيرة للمستقبل لأبنائنا وبنات الانخراط في القطاع الخاص. لأن المشكلة الآن يجي الشاب السعودي أو البنت السعودية تجي في القطاع الخاص، أنت تضطر أنك تستثمر في تدريبها. طبعا برامج تنمية الموارد البشرية بدأت تشجع القطاع الخاص أنه يوظف ويدرب على حساب الدولة أو حساب البرامج التدريبية. هذه خففت شوي، ولكن نحتاج دفعة أكبر في تركيز نوعية التدريب، خصوصا بعد الثانوية أو قبل الثانوية، بحيث أنه يكون مش ضروري أن الشاب يتخرج من الثانوية يدخل الجامعة مباشرة، يكون في فترة سنة أو سنتين يدخل معها التخصصي. في شغل على هالمسار؟ والله الآن في بدأت الآن يعني تتغير نظرة النظرة المستقبلية للدولة والقطاعات الأساسية زي لون أرام. كل يوم بعد ما يتخرج الطالب من الثانوي يدخلونه في معهد يكون زي الأورينتيشن والتدريب لمدة سنة سنتين، وبعدين يبعثونه للدراسة إن كانت داخلية أو خارج المملكة. وبدأت الآن قطاعات كثيرة
تتبع نفس النهج، وهذا نهج تصور أنه نهج يعني كويس يخلي الشاب يوم ما يدخل مرحلة الجامعة وهو متعود على مدرسة دراسته في الثانوية أن هذه فقط دراسة وما يعرف شو أهميتها، ولكن لما يدخل في القطاع العملي هذه حتعطيه لما يروح الجامعة يربط دراسته بالعمل اللي هو يعني. طيب أنا ملاحظ هنا في منطقة الأحساء أن الإنسان هنا اللي يعني خلي أقول الحساوي بين قوسين عملي بالأعمال الحرة أكثر ما هو يعمل زي ما تفضلت في العمل يمكن الحكومي أو غيره، صحيح. ويقبل أي عمل، ما عنده يعني ثقافة أنه هذا أعمل وهذا ما أعمل وإلى آخره، صحيح. هل تشوف هذه يعني تساعد في مسألة أنه جاذبية للمستثمر أنه يعمل في هالمنطقة؟ يمكن أكثر الشركات السعودية وزي ما قبلت بعض الشركات هم لا يعانون من سعودة في هالمنطقة، صحيح. الكل يقبل العمل، صحيح. طبعا الحسا أصلها بيئة زراعية، والبيئة الزراعية من عمرها بيئة ناس تعمل، يكون الأب يكون الأبناء يجون يساعدونه في الإجازات، يكونون قرائبه، فهذه من الأجيال السابقة طبعا نحن ما لحقنا عليها، ولكن هذا اللي كنا نسمعه. فبدأت تنتقل هذه الرغبة في العمل. أرامكو كذلك وشركة الكهرباء في بداياتها كانت توظف سعوديين بأعداد كبيرة جدا وعملت على تدريبهم. البيئة يعني سهلة وما في يعني ظاهرة العيب إنه يعمل أو يشتغل في أي عمل ما هي موجودة في بيئة المنطقة هنا. فعشان كذا تعود الشباب إنه يكون طبعا صاحب المزرعة عنده منتجات يبغى يبيعها بعد الظهر أو في وقت المحصول، فما عنده مشكلة إنه يبيعها. فبدأت انتقلت هذه على مر الأجيال إنهم بيئة قابلة للعمل، وهذه ساعدت كثير. فعشان كذا في عدد النمو السكاني هنا تحصل أغلب الناس يبغون يعملون بالأحساء حتى لو كان راتب أقل من أنه يطلع برا براتب أعلى. هذه لاحظت. فعندنا مثل في الحسا يقولون دائما هجر ولو نصف القوت أو ربع القوت، يعني لو الهجر ليه الأحساء. الأحساء طبعا اسم القديم لأحد أسماء الأحساء القديمة هجر، فيقول لك لو ربع القوت واشتغل في الحسم عندي مانع، فيعني ما عندهم مشكلة في موضوع البقاء في البلد، فقربهم من بلدهم وظيفة راتبها أقل ما عندهم مشكلة. فعشان كذا نشوف أن الخراط الشباب والذكور والإناث في الأحساء في الأعمال القطاع الخاص بدأت بأعداد كبيرة جدا وأكثر مما كنا نتوقع، يعني حتى في الشركات عندنا لما كنا بدأنا نوظف السعوديين شباب يمكن شباب يحصل له فرصة يعني يجي كمحطة عندك وبعدين يروح عمل في شركات بترول أو شركات كهرباء أو شركات أخرى وبرواتب أعلى. ولكن لما بدأنا في التوظيف النسائي بدأ الأعداد أكثر مما توقعنا، واليوم تشكل نسبة التوظيف النسائي عندنا في الشركات تقريبا 60-40 مع الشباب السعوديين. ويمكن أكثر جدية لو زاد أكثر الشباب. جدية واستمرارية في العمل، يعني استمراريتها في العمل وتبغى تتطور وتعمل وتنافس الأجنبي في العمل بشكل أكثر مما كان الواحد يتوقع. طيب دابنك فتحت موضوع التوظيف والعمالة، ليش النظرة العامة اللي يبحثون عن العمل ينظرون القطاع الخاص أنه قطاع غير آمن وظيفيا، يعني يجد أنه دائما هو طموحه في الوظيفة الحكومية وكأنها هي الأفضل له كأمان، صحيح. لما طبعا ما أنا ما أعرف شو يقصد فيها، هل هو أنه لازم أنه ما يفصل أو لا يطالب أو مستوى الدخل أو إلى آخره. أنت هل ترى أنه القطاع الخاص آمن للموظف للعامل؟ القطاع الخاص اليوم في الشركات يعني منظمة في أعمالها وتستثمر في الموارد البشرية السعودية أتصور أنه آمن جدا، وخصوصا الشركات يعني بدأت برامج سبقت البرامج السعودة اللي عملت في السعودية، بدأت شركات كثيرة تحاول أنها توظف السعوديين. هو الإنسان لازم يؤمن أن السعودي عمل عندك واستثمرت فيه وراح هو حيروح يعمل في شركة أخرى في السعودية، فأنت لازم تؤمن بهالمبدأ أنت كرب عمل
أنك تستثمر في السعودي حتى لو ما جلس عندك، لأنك أنت بتروح تقدر تجيب شخص آخر سعودي عمل في شركة أخرى واستثمرت في الشركة الأخرى وجاء عندك وعمل عندك جاهز. فطبعا السعوديين ينظرون أكثر شيء على موضوع بدل السكن، بدل العلاج، وهذه الآن بدأت كلها تتأمن أن يكون في زيادات في تحفيز. موضوع التحفيز والبيئة العمل تكون مناسبة للعمل أظن أكثر من موضوع الراتب، خصوصا الموظف السعودي أنه يحس بأمان أكثر لما يحس أنه صح. مفهومك للأمان الوظيفي وش؟ الأمان الوظيفي أنه شخص يجي في عمله يضمن مدام أنه يعمل بجد واجتهاد أنه يحصل العائد المادي التدريبي التطويري في عمله. هذا الأمان أنا أشوفه يعني. إنسان مو موضوع أن الراتب أنه يزيد راتبه هذا أمان، أو أنه يجي داوم من الصبح لليل وأمان. الشركة لازم تكون هي منظمة عندها برامج واستراتيجيات. خلاص يصير أنا مكان أستاذ محمد أقول لك أنه والله ممكن يفصلوني بأي وقت طلعوني. طبعا في نظام العمل اليوم ما يسمح أنك تفصل الموظف بأي وقت. فيه صارت مواد الآن في نظام العمل تضمن حق الموظف السعودي للبقاء في عمله ويفصل بشروط معينة، أنه يكون خذ كذا إنذار في خلال فترة معينة، أخان بالأمانة، في بعض الأمور اللي هي كل عمل تؤدي يعني لنهاية يفصل. ولكن مدام أنه يقوم بمهامه وعمله وعد فترة التدريب اللي بينه وبين رب العمل هو في مأمن مدام أنه يؤدي عمله بالشكل الصحيح. هذا يعني هذا تعريفي أنا واللي أفهمه من المواد نظام العمل. والنظام العمل حدث قريبا وصار يعني فيه يعني شفافية وفيه حفظ الحق صاحب العمل وللموظف الجهتين. طيب القطاع الخاص الآن يمكن يواجه تحديات كثيرة أستاذ محمد. أول شيء من ناحية توفير العمالة الوطنية، لأنه هو مطالب بنسب معينة كله حسب قطاع. يواجه تحدي مثلا انخفاض مثلا الانفاق الحكومي اللي قد يؤدي إلى تأثير مثلا على قطاعات معينة مثل مقاولات أو غيرها. أنت شو نظرتك للقطاع الخاص مع التغير اللي صاير عندنا اللي هو انخفاض أسعار النفط بالدرجة الأولى وتحدي التوظيف؟ طبعا تحدي كبير مو سهل، وطبعا كل رب عمل في عمله الخاص هو أدرى شخص في التحديات اللي تواجهه. طبعا في تحديات خارجية، ولكن أنت لما تعمل استراتيجية لازم تسوي سوات أناليسز وتحط هذه من ضمن الأشياء التحديات اللي تقابلك وكيف أنك حتواجهها. وطبعا التحديات مهم جدا أنك تكون جاهز، عملك منظم، ما يكون فيه الإفشنسي يكون عندك كويس، التوظيف يكون بقدر حسب الحاجة، تكون توظف ناس أكفاء أنهم يقدرون يؤدون العمل يتابعون عملك، كيف توفر في الطاقة، كيف توفر في تزيد انتاجية الموظفين. هذه كلها مفروض أن صاحب العمل. نكمل بعد الفاصل سنة. فاصل ونعود. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. مشاهدي الكرام مرحبا بكم، نستكمل الحوار مع الأستاذ محمد بن عبد العزيز العفالق وهو رئيس مجلس المديرين الموحد للشركات التابعة شركات العفالق والحسين، وأيضا رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الأحساء. تكلمنا قبل الفاصل على موضوع اللي هو التحدي اللي واجه القطاع الخاص اللي ما بين انخفاض الانفاق الحكومي أو توقعات النفط المنخفضة مع تحدي التوظيف. في تحديات كثيرة صحيح، بس عشان تكمل. طبعا هي مجموعة الحسين والعفالق وليس العفالق والحسين. طيب طبعا التحديات أكيد كبيرة، وزي ما قلنا قبل شوي يعني مفترض أنه أن يكون العمل دائما حاط في خطته الاستراتيجية التحديات اللي ممكن تواجهها خلال المستقبل. ولكن طبعا في أشياء تكون خارجة عن إرادته، وهذا اللي نكون إحنا دائما كقطاع خاص
أن تكون النظرة المستقبلية واضحة نوعا ما للمستثمر السعودي أو الأجنبي، بحيث أنه يعرف هو وش الخطط المستقبلية للدولة في موضوع الاستراتيجيات، إن كانت في خفض الدعم عن بعض الأشياء المدعومة أو زيادة بعض تشوف هذا بيزيد الأسعار؟ أكيد في الأخير حيزيد الأسعار، ولكن هي صايرة حلقة متصلة ببعضها، يعني المصدر كيف زاد حيبتدي شوي شوي ينتقل على المشتريات اللي انت تشتريها، على العمالة الموجودة مباشر وغير مباشر حيكون. ولكن يعني صاحب العمل مطلوب منه انه مو يقول والله يستسلم ان زادت عليه الاسعار خلاص لازم اني اؤمن بها وارفع اسعاري. حاول يعني الاوقات الصعبة تريحك في الأوقات المناسبة لك أو تكون فيها البزنس متحسن أو فيه بومينج أو فيه نمو، وهذه مهم جدا. ولكن في الأخير حتضطر أنك ترفعها نوعا ما، يعني في تأثر، أما بتكون على حساب الربحية أو بتكون حساب. وش السياسات المثلى تصير هنا؟ عملية أنه الشركات تتحفظ أو تخفض عمالتها أو لا توظف، أو في بعضها يصير إكستريمز، يعني يقول هذه فرصة أن الآن هدوء تراجع بعض الأسعار أو شيء يشجع على الاستثمار أكثر وتوسع أكثر إلى آخره. نقيضين يعني. هو لازم تكون هي خلط بين الجميع، يعني أنت لازم تحاول أنك تخفض في تكاليف اللي موجودة عندك، ولا طبعا دائما أغلب أصحاب الأعمال نظرة لما يقول تكاليف معناته الموظفين، وهذا خطأ كبير جدا. يعني أنت استثمرت في موظفين في سنوات طويلة ودربتهم أهلتهم، ما تحاول أنك تتخلص منهم بسرعة إلا إذا كانوا يعني أشخاص مثلا غير إنتاجيتهم ضعيفة، ولكن هذا المفروض أنه ما يكون هو الهدف الأول. الهدف الأول مفترض أنك تخفض تكاليف الطاقة. والله عندنا أغلب المشاريع اليوم ما فيها إفشنسي أو يعني كمصانع مهيئة، طريقة الإنارة، طريقة التكييف، طريقة المباني نفسها، كيف تقلل الهدر في التصنيع، تزيد الافشنسي حق الموظف بدل ما ينتج كمية معينة تخليه ينتج كمية زائد نسب معينة زيادة فيها، وتخلي التوظيف يمكن تقلص موضوع التوظيف وتبتدي شوي شوي تشوف حاجتك في المستقبل في التوظيف يمكن تحتاج. ويقابلها مقابل ذلك انك تتوسع، توسع مهم جدا، لانك الايكونومي اوف سكيل او كل ما زاد حجم مبيعاتك قدرت انك تصير مور افيشنت وتقدر تنافس اكثر. طيب انا لاحظ وصحح لي انه رجال الاعمال في منطقه الاحساء قليلين جدا اللي يطلعون برا المنطقه ويستثمرون، ما عندهم يعني عمليه التوسع والانتشار برا المنطقه بشكل كبير. يعني أنا هذا اللي لاحظته، أنه ما عندهم الرغبة في الخروج من المنطقة، قد يكون مكتفين، قد يكون إداريا، قد يكون ما أعرف. فأنت إيش رأيك؟ أنا بنظر لهم منظور مختلف شوي. أوكي. أهل الأحساء يحبون الأحساء، يحبون بلدهم، يحبون ينمونها، ويحسون أن الأحساء ما حصلت على التنمية المناسبة لتنافس المدن الأخرى. نحن تركيزنا دائما على الشرقية والرياض والغربية، الأحساء نعتبرها احنا من المناطق اللي فيها قوة سكانية وأهلها قريبين منها، يبون يحاولون انهم في المستقبل ينمون هالمنطقة اللي ممكن تصير تنافس المناطق الأخرى، وهذه تنويع في يعني في احجام شوي، صح؟ في احجام شوي، ولكن ما يمنع انهم يستثمرون يعني كاستثمارات برا الأحساء، ولكن الأولوية تكون دائما للأحساء. طيب الآن الشركات في القطاع الخاص اللي هي غالب القطاع يعني الاقتصادي في المملكة، يمكن أكثر القطاع خاص، لكن اللي لاحظ الآن أن الشركات العائلية وأنتم الجيل الثاني حسب ما فهمت منك لا زالت الرغبة أنها تحفظ على اسم العائلة، بمعنى أنه ما تحاول تصير بابليك تطرح في السوق أو إلى آخر، رغم أن الشركات تستحق أن تصير موجودة في السوق، يمكن مو ككل الشركة حتى لو جزء من بعض الشركات، لكن ظل التحفظ موجود في رجال أعمال المنطقة بشكل كبير جدا. يمكن اللي يعرف أنه موجود شركة، يمكن إذا أجازنا نقول أنها شركة معنا ليست باسم عائلي، لكن في المنطقة الشرقية نجد شركات عائلية، في المنطقة الوسطى، في المنطقة الغربية،
الهدف هو المحافظة على الشركة يعني واستمراريته وإلى آخره. شو سر الحجام اللي هنا؟ هو ما تقول إن حجام يعني بمعنى حجام، طبعا عشان تروح طرح عام تسبقها مراحل. يعني عادة الشركات تبدأ بشركات أفراد تحول إلى شركات تضامن، شركات ذات مسؤولية محدودة، شركة مقفلة، مقفلة، وبعدين تتحول للطرح العام. وممكن تكون جاهز للطرح العام وما تطرحها لسبب أنه يكون التوقيت غير مناسب، أنت لست في حاجة أنك تقول مصادر مالية عشان تدخل معك شركاء آخرين. ممكن تطرحها يعني بينك وبين أفراد عائلتك، يعني أنت تتكلم اليوم شركة عائلية، الجيل الأول يتكون من 3-4 أشخاص، الجيل الثاني يتكون من مضاعفاتهم في 5 تقول 15-20 شخص، الجيل الثالث مضاعفاتهم ممكن توصل إلى 150 شخص. أنت ممكن تطرحها طرح خاص لهالمجموعة، وهم بعدين بأريحيتهم ممكن اللي يبغى يطلع من الشركة أو ممكن أن يبيع بأريحية. فأنت لازم تنظمها مو شرط أنها تكون طرح عام بمعنى الطرح العام. يعني أنا أعرف في شركات في البورصة عندنا في السعودية ما طرحت طرح عام، بدأت طرحها والشركة نفسهم هم اللي أسهمهم بدأوا يتداولونها وبدأت تروح للبابليك. فيعني إحنا يمكن هذا التوجه كشركة عائلية، يمكن هذا التوجه اللي موجود عندنا، نحن نبغى ننظمها لاستمرارية الأجيال القادمة وأنها تكون بين الشركاء نفسهم. وهذا اللي عملنا عليه، حاولنا نحولها من شركات تضامن إلى شركات ذات مسؤولية محدودة إلى مقفلة، وبدأنا نحاول نحن نسوي حوكمة للشركة، تنظيم فصل الإدارة عن الملكية، شوي شوي مجالس الإدارات بدأت تتكون، يكون في لجان منبثقة من المجلس كلجان مراجعة، لجنة تنفيذية، لجان نومينيشن اللي هي ترشيحات ومكافآت، بحيث أنها تكون تضمن استمرارية الشركة ويكون في فصل تام بين الإدارة وبين الملكية، يكون هناك في صلاحيات واضحة للجيل الثاني، علاقتهم بالشركة بمجلس الإدارة بالإدارات التنفيذية. يعني مقتنعين باللي قاعد يصير كذا؟ كيف؟ إنه تستمر في أسلوب الإدارات الداخلية، المساهمة الداخلية العائلية، يعني مو شرط أن يطرح بابليك. ممكن تطرح بابليك إذا كان تشوف أنها مناسبة بابليك، أو أنك بس تكون جاهز. يعني حتى يعني الشركات الآن عندنا قاعدين ندرس أن احنا نودع الأسهم في تداول، بحيث أن يكون موجودة available على النظام تداول، يكون إيداعها الأرباح، الميزانيات، الأسهم تكون موجودة في. فهذه مرحلة من مراحل أنها تكون متقدمة وأنت تنظم نفسك. لأنه يعني أنت لما تروح في الطرح العام عليك مسؤوليات أكبر في التزامات عالية في مع هيئة سوق المال، وإذا أنت ما أنت جاهز تكون في مشاكل في إدارة الشركة. صحيح. طيب الآن ردد إحنا في الإعلام القطاع الخاص، يعني خاصة الإعلام، تحويلات الأجانب 160 مليون أو 157 مليون أو شيء زي كذا. مليار ولا مليار؟ سوري، مليار، اللي هو عام 2015. نتكلم على وجود 10 مليون 9 مليون ونص أو 8 مليون ونص عاملين أجانب في القطاع الخاص. أنت إيش تحليلك الأرقام؟ طبعا القطاع الخاص يعني انا ما اقول راي، انا اسال. اي اكيد، انا من منظوري ورايي الشخصي كذلك انه السعودة بدات تاخذ وضعها في القطاع الخاص وفي الاتجاه الصحيح. البرامج اللي عملت برامج جدا محفزة للشباب السعودي وللقطاع الخاص انه يوظف السعوديين. احنا في اغلب شركاتنا اليوم أغلبها بلاتيني فيها، يعني وهذه ما حصلت إلا لما بدأنا نقتنع 100% أن احنا الشباب السعودي لازم يتوظف. بلاتيني أكثر من 40%؟ لا، يعتمد هو من قطاعات، في شيء 40، في شيء 25، في شيء 20، يعتمد على نشاط النشاط. وهذه بدأت يعني لما بدأنا نوظف شفنا أن الإقبال اللي ممكن انك يعني توظف فيه والقطاعات اللي ممكن توظف فيها اكثر مما تصورنا. طبعا في قطاعات يحجم عنها الشباب السعودي وتحتاج تاهيل وتدريب، ولكن في المجمل
هناك شباب يرغب في العمل القطاع الخاص ولديه القدرة أنه يطور وينتج. فإحنا أكيد مش هتحصل بين يوم في وقت قصير، تحتاج استراتيجيات وخطط مستقبلية للدولة وللقطاع الخاص أنه يستثمر في السعوديين. ولكن نحن بنقول أن قل الأجانب في البلد مع النمو اللي حاصل في البلد لازم يكون في أجانب، لازم يكون في، احنا نحاول نحن نخفض نسبة البطالة، والبطالة لازم تحتاج تأهيل للشباب انه يكون قابل نعمل في القطاع الخاص، ومو ضروري انه يكون جامعيين اغلبهم في معهد في اوروبا وفي امريكا، يكون شخص عنده دبلوم في تخصص معين، كان في قطاع على سبيل المثال مثلا الالكترونيات او نظم المعلومات او المحاسبة، ويحصلون رواتب أفضل من الجامعيين. فيعني مو شرط أن الشخص المهن والحرف يمكن أفضل، يحصلون يعني دخل أفضل. فمفروض أن نشجع الشباب أنهم يتخصصون، وإذا رغب أنه بعد ذلك يكمل دراسة الجامعية يقدر يكمل في تخصصية، ولكن هذه المعاهد حتساعد القطاع الخاص أنه يوظف أكثر والشباب أنه ينخرط في أعماله. وليش ينظرون أن المبلغ هذا كان استنزاف 159 مليار تقريبا؟ يعني الإعلام يصوره كان استنزاف مع أنه هذه الأعمال هي مطلوبة. يعني طبعا إحنا النظم لازم تخف شوي، يعني إحنا قديش نخلي هالأجنبي هذا يصرف في البلد؟ إحنا حاليا الأجنبي فلوس اللي حصلها يرسلها له. لما تخلي البيئة مناسبة لل أن الشخص أن يجيب عائلته ويجلس ويستأجر ويصرف في سكن وأكل ورفاهية انترتينمنت، حيبتدي يصرف جزء. وشفناها في بعض الدول القريبة منا، الدول الخليجية الأخرى، كثير منهم يجون في البلد ويصرفون، ما يحول مبالغ كبيرة، ويعتبرها هو بالنسبة له استقرار في بلده، دام أنك أمنت له راحة له مع عائلته، حيكون يعتبر استقرار وحيكون الصرف داخليا، وهذا اللي إن شاء الله يكون في المستقبل يساعد على تنمية. طيب إيش رأيك في مسألة تحديد ساعات العمل؟ يعني الآن في جانبين، اللي هو جانب ساعات العمل القطاع الخاص إنه يصير 40 ساعة، اللي هو طبعا حسب ما قرأنا في الصحف اليوم إنه إقرار 40 ساعة، يعني معدل باليوم 8 ساعات مع فرض يومين إجازة، هذا القطاع الخاص. صحيح. طيب العمل، ساعات العمل هي أصلا الحين إذا جينا نحسبها في اليوم هي تقريبا لا تقل عن يمكن 10 ساعات أو متوسط، يعني إذا قلنا المحل التجاري يفتح خلنا نأخذ يعني بتحفظ من 9 إلى 12 هاي 3 ساعات، وبتحفظ نقول من 4 يمكن إلى 11 12، إذا جمعناهم يعني 10 ساعات 11 ساعة. فكيف أنا أحدد وقت عمل وساعات محددة 40 ساعة في الأسبوع يومين إجازة وأنا ساعات العمل عندي مفتوحة؟ صحيح. إيش رأيك؟ طبعا هي يعني في خلل. صحيح، هي تنقسم إلى جزئيتين. طبعا أغلب الشباب السعودي اليوم يرغب أنه يكون عنده إجازة يومين، وبغض النظر عن ساعات العمل إن كانت 40 أو 45. فأغلب الشركات اليوم اللي عندها إدارات مركزية أو إدارات عامة أو بدأت تطبق نظام اليومين الإجازة، وتعطيه جزء من، تحول جزء من الساعات اللي كان يعملها في اليوم السادس بحيث أنهم يعملون بين 45 و 48 ساعة، وهذه مقبول لديهم لأنه يأخذ نصف ساعة راحة في فترة الغداء، فيعني هذه مقبولة، وأغلب الشركات والبنوك بدأت تطبقها، وإحنا بدأنا نطبقها في الشركات العائلية في الإدارات المركزية. طبعا تجي في الأعمال الحرفية أو كانت مصانع أو محلات تجارية، أنا أيدك 100%. يعني أنت تتكلم اليوم في مرغوب رغبة أن يوحد نظام العمل وتشجيع الشباب السعودي أن ينخرط في العمل التجاري، ولكن ما يقدر ينافس اليوم لأن الأجنبي يعمل أكثر منه وممكن أن يجلس ساعات طويلة. هي فيه لها فوائد ولكن مضارها، أنت تضطر أنك توظف أجانب أكثر لأنك أنت اليوم تعطي إجازة يومين، فمعناته تضطر أنك توظف عمالة أكثر. أنا أتصور تدرج فيها، أو لو فصلت للشباب السعودي أنه يكون 45 ساعة ويوحد على الجميع، أنا أشوف أنه نظام أنسب. أخذت وقت مع فاصل، فاصل ونعود.
هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. مشاهدي الكرام مرحبا بكم، نستكمل حوارا مع الأستاذ محمد بن عبد العزيز العفارق رئيس مجلس المديرين الموحد لشركات التابعة الحسين والعفارق. نعم. طيب احنا الحين تكلمنا قبل فاصل على موضوع تحديد ساعات العمل. انا لازلت اصر على مسألة انه لن ينجح هذا الشيء اللي هو تحديد ساعات العمل 40 ساعة ووقت العمل مفتوح. ليش؟ لانه احنا مثلا خلينا ناخذ المحلات الوجبات السريعه، الا انه يكون هناك تقسيم للاعمال، يعني المطاعم تفصل لها نظام خاص، المراكز الطبيه والمستوصفات ما اعرف ايش لها نمط خاص، المخابز لها نمط خاص. اذا احنا ندخل بتفاصيل طويله بهالموضوع. صحيح. ايش الخلطه الصح اللي ممكن نقول تتناسب مع هالشيء؟ لانه اذا اخذنا المطاعم اللي يشتغلون يمكن باليوم 18 ساعه، إذا أنا بحتاج يمكن 3 شفتات. صحيح. تقريبا. طيب هذا في تكلفة في النهاية هيؤدي إلى تضخم. صحيح. أنت إيش رأيك؟ أنا أيدك تماما، وهو مفترض أن الحل الصحيح أن تبقى 48 ساعة وتكون لصاحب العمل الريحية أنه في التعامل معه أن تكون إجازة يومين ووزع باقي ساعات العمل على الخمس أيام الأخرى، أو أنه يعملون على 6 أيام حسب النشاط. يعني في مصانع اليوم أنت ما تقدر توقف وتقول 5 أيام، المصانع تعمل على 7 أيام في الأسبوع. أنت مثلا لو جيت مصانع برا يشتغلون 24 ساعة. احنا عندنا في بعض المشاريع مثلا عندنا المخابز تعمل تقريبا 6 أيام ونص، نصف يوم هي للصيانة فقط وهم يعملون موظفين الصيانة فيها، فصعب انك توقف الخبز تقول والله بعطيك خبز من منتج من يومين، في فطرنك لازم تشغل. هي 48 ساعة مناسبة، ولكن الأريحية لصاحب العمل أنه من يوزع الساعات على 6 أيام أو 5 أيام. أنا أحس القرار ما في تفصيل ولا لا؟ مفترض أن يكون في تفصيل. يعني هو زي ما تفضلت المخابز يعني بس يكون يومين؟ ما يقدر، ما يقدر. أنا أشوف أنه تخلي فيه أريحية للعمل، وإذا كان يعني مجبر أنه يكون 45 ساعة، ولكن 40 ساعة قليلة جدا، حتسوي تضخم في البلد، حتضطرك توظف موظفين زيادة، الأجانب اللي يعملون أما بساعات إضافية ولها محدودية ساعات إضافية، ما تقدر تعطي الموظف أكثر من ساعات معينة، أو إنك بتجيب موظفين زيادة للعمل في الأعمال، فهذه حتزيد التكلفة. وأغلب دول العالم اليوم يعني هي بين 48 إلى 45 ساعة، 40 ساعة قليلة جدا، حتكون يعني فيها ظن وقللنا الساعات بس ما نظرنا التكلفة. إيه فصحيح، فهي يعني لو وزعت أعطيت الخيار لصاحب العمل والموظفين معهم انه يكون في اما توزع هذه الساعات على 5 أيام او على 6 أيام. طيب على موضوع الان القطاع الخاص، ليش نجد انه الشباب يعني انت من خبرتك في القطاع الخاص يجد انه الفرصه صعبه انه يقتحم هذا القطاع؟ هذا طبعا هو تفكيره، لكن الواقع يقول انا في رأي الشخص يختلف شيء اخر. لكن سؤالي لك، هل تجد أن الفرصة دائما متوفرة في القطاع الخاص لمن يريد أن يعمل فيه؟ صحيح، أنا أشوف أن الفرص متوفرة. شلون؟ يعني الأعمال موجودة كثيرة عشان الشباب يستفيدون. طبعا أنا أشوف مو بشرط أن كل شخص لازم ينخرط في القطاع الخاص. يعني إحنا الآن في الغرفة التجارية نشجع اللي هم الانتربنور أو شباب الأعمال اللي بدأ مشاريعهم الصغيرة، وبدأنا الآن في حاضنة أعمال تشجع الشباب للانخراط في العمل الخاص، ونعطيهم محفزات، موقع ممكن يستأجره بشكل رمزي، يكون في سكرتارية، ممكن أحد يدرس له مشروعه، أحد يساعده في الأمور المالية، في أمور المحاسبة. وبدأت الآن الحاضنة يعني تأسست من قريب دشانها صاحب السمو ملكي أمير المنطقة الشرقية، ومشجع لهم، وإحنا في الغرفة يعني حريصين حتى إحنا كقطاع خاص يعني قبلنا أن إحنا ندعم في هالمشروع، وهذا حيحفز الشباب للانخراط في العمل، ويكون في أحد يشجعه أو يسانده أو توتر بالنسبة له، يعني مدرب بالنسبة له وحاضن له، بحيث أنه يساعده في استشارات يبغاها في عمله، في تنظيم في عمله. هذا جانب. القطاع الخاص يوظف، نتكلم عندنا في الشركة ما يجينا أحد
أغلب اللي يجون يتوظفون. طبعا إذا كانوا مروا على الأشياء الأساسية، الأمور الطبية، الأمور القبول للعمل، يعملون، ما عندنا إشكالية. بالعكس، إذا فيه رغبة للشباب للانخراط في العمل الخاص موجود، العمل الخاص والشركات كثيرة وتقبل. أنا أعرف أنه لكن الشباب عندهم عزوف، ولكن بدأ يتغير الآن. طيب، هل أنت راضي عن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال وأعمال اللي يسوونه كذا، خلنا نقول أعمال الخير، أعمال المسؤولية الاجتماعية، دورهم في هذا المجال راضي عنه؟ العمل الاجتماعي تغير، يعني نظرة الجميع تغيرت نظرة العمل الاجتماعي. أول الناس الجمعيات الخيرية تبغى تأخذ فلوس توزع على فقراء ومساكين وكذا. اليوم أصبح النظرة لرجال الأعمال، أغلب الشركات، يعني إحنا أحد الشركات، صار عندنا جانب اجتماعي، يعني قسم اجتماعي يختص بالتنمية الاجتماعية. تبغى اليوم مشاريع، يعني تبغى حتى الجهات الخيرية تكون أو الاجتماعية تكون عندها مشاريع محفزة للقطاع الخاص، إنه يجي يقول أنا والله هذا المشروع أنا بتكفل فيه. يجون هم يشرحون لي كيف حينفذ، مدته، المستفيدين منه، طريقة البرنامج، وهو يقول والله تكلفته كم، يدفعها ويشوف الريورد أو النتائج حقتها. فتغيرت النظرة للعمل الاجتماعي. اليوم حتى الشباب خراطهم في العمل الاجتماعي صار جزء من المجتمع. يعني اليوم عشان تكون مقبول في شركات كثيرة زي أرامكو، اليوم حطت شرط أنك يكون لك عدد ساعات معينة عملت عمل اجتماعي. فنشوف الشباب بدأ الآن يتغير نظرة العمل التطوعي والعمل الاجتماعي. نفس الدولة داعمة كبير جدا للأعمال الاجتماعية وللبرامج، وهذه النظرة بدأت تتغير. الفقير مو لازم أنه يكون فقير طول الوقت، يعني لازم تتنميه، تعمل له برنامج تنمية بحيث أنك تخليه أمه تعلمه مهنة، أو تعطيه رأس مال يبدأ مشروعه، أو تعلمه في تزيد من تعليمه. ما تبغى أنه يبقى الأب فقير والأبناء فقراء ويستمر، تبغى الحاجة يتعلم، تصير البرامج هذه هي تدعمهم وتشجعهم. فبدأت تغير كبير جدا. عندنا الجمعيات الخيرية في الأحساء رائدة في هالموضوع هذا، وبدأت في برامج مرة ممتازة في الدعم. يعني أعطيك على سبيل المثال جمعية المعاقين سوت برنامج للمعاقين، تدريبهم على المشاتل الزراعة، تنسيق بين جهات مشروع الري والصرف مع جمعية المعاقين مع أحد الجهات المانحة الداعمة لهذا المشروع، وهي كانت أحد البنوك، بنك ما عندك مانع نقول لا بنك الرياض دعم المشروع، وتم هذا المثلث وسوى 4 أو 5 برامج إلى اليوم، خرجوا منها تقريبا العشرات خلال الفترة هذه، وكلهم توظفوا وهم معاقين، إعاقات طبعا خفيفة تكون إعاقات بسيطة. وهذه أحد البرامج الناجحة. أحد الأباء جاء يقول أنا ولدي ما كنت أقدر أطلع من البيت، أنتوا اليوم أنقذتوني، لأنه صار عنده مهنة ورغبة للعمل. هو اللي يجيني كل يوم يقول لي متى توديني، حس إن عنده قيمة، حس عنده طموح. فهذه أحد البرامج المهمة اللي يعني ممكن الجمعيات تنفذها، التنمية الأسرية، البرامج كرام الموتى، برامج يعني عبر سبيل تقليدي. تغيرت صارت في برامج، يعني تعلموا الإنتاج، تعلموا الإنتاج. طيب، في توجه أنا ملاحظ أنه رجال الأعمال الكبار في السن، يعني اللي يحس أنه خلاص أدى اللي عليه وانتهى، ومو بانتهى كشخصية، انتهى يعني كدوره في العمل وإلى آخره، وعنده ما شاء الله أولاد وشركات، يوزع ثروته. إيش رأيك في هالمنهجية اللي قاعدة، يعني هي مي كثيرة طبعا، يمكن صارت مرة ومرتين، هل تشوف هذه منطقية، ولا أنه لو أسست شركات بطريقة معينة وإلى آخره يكون نفس الشيء؟ صحيح، يعني أهم شيء أنت تبني في الجيل اللي موجود عندك حب الترابط مع بعضهم. مو شرط أن أولادك كلهم يكونون منتجين نفس الإنتاجية، يعني يكونون التفاوت في قدراتهم المهنية والعملية والاجتماعية، فكل شخص له طبيعته وعمله. العمل متى ما تأسس تأسس صحيح
ووزعت مو وزعت ثروات وهي وزعت الحصص. يعني نتكلم في شركات اليوم الأفضل أنك توزعها حصص، مو شرط أنه يكون يدير فيها الشركة هذه أو يعمل فيها الشركة، ولكنه شريك تبقى ترابط بين الأخوة وبين الأبناء العمومة والشركاء وأبنائهم، بحيث أن يكون هذا الرابط ممتاز، ما يكون في بينهم مشاكل أو حزازيات. متى ما فصلت الإدارة عن الملكية وبدأت مجلس الإدارة يكون من أشخاص أكفاء لإدارة هذا أو إدارة المجالس الإدارات، وكان في إدارة احترافية تعمل منفصل عن أصحاب العمل، أنت يعني ضمنت الاستمرارية في هذا العمل. مو شرط أنك توزع الحصص أو تعطيهم نقد وتقول لهم يلا روحوا كل واحد بكيف، هذه أنت معناته هل العمل اللي عملته خلال هالفترة هذه الطويلة حكمت عليه بالإعدام وأنهيته يعني. طيب خلينا نتكلم على موضوع الآن، ما بقول مشكلة الإسكان، أنا بقول وين الحل، ما نبغى نتكلم في المشكلة، المشكلة هي كلنا نعرفها والموجودة، أنت الحل شوف من أي زاوية يبدأ. الإسكان مفروض يعني تكون موجود البنى التحتية، النظام الرهن العقاري مهم جدا، وهذا حيحفز كثير جدا للناس. ما بدأ الرهن العقاري؟ والله اللي أعرفه إنه يمكن العلم 30% هذه، لا أتكلم موضوع الرهن نفسه، يعني إنك ممكن إنك ترهن العقار اللي تملكه لأي جهة. اليوم ما في إلا ترهن لصندوق التنمية العقاري، وهذا لكن الجهات المانحة الأخرى إن كانت بنوك أو إن كانت مؤسسات تمويلية ما تقدر ترهن لصالح، فهذه فيها صعوبة في يعني فيها التفاف شوي، فيها التفاف ولكنه مو نظام واضح. البنى التحتية وجودها تحفيز القطاع الخاص للدخول في تنمية الإسكان، هذه حتسهل، لأن الدولة عشان تروح تبني مساكن وتبني حتحتاج سنوات طويلة، ولكن لو وزعت أراضي ووزعتها على مستثمرين مطورين عقاريين وحطت لهم كريتيريا وشروط معينة في موضوع المقاسات، موضوع الأسعار، موضوع التكاليف، موضوع كذا، وممكن هم الدولة تقدر توزعها إن كانت كانت تقول توفير المعروض، توفير بحيث انه يكون عندك بدل ما عشان توفر معروض خلال سنوات طويله انت ممكن توفر معروض خلال سنه او سنتين ويكون موجود الطلب عليه، لان طلب الاسكان كبير جدا. موضوع المقاسات الوحدات يكون فيها تنوع، يعني مو كل واحد ممكن عنده يتملك فيلا او دوبلكس او يعني توزع تخلي فيه شيء شقق غرفه غرفتين ثلاث دوبلكسات بمقاسات معينه فيلا بمقاسات معينه، بحيث انه يكون فيه تنوع وفي التكاليف ممكن. طيب وفرت السكن الحين أنت على كلامك هذا توفر المعروض. نعم. طيب أنا داخلي 5,000 6,000 7,000 ما أقدر أشتري بيت، طيب 500,000 ما تجيب بيت، شو الحل؟ بس مو لازم يعني أنت تتملك تتدرج، أنت مو لازم من أول يوم تملك بيت. يعني نبدأ غير ثقافة الناس، ثقافة أنت العائلة تبدأ صغيرة وتنتهي تكبر شوي 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 شوي، يعني أنت اليوم متزوج جديد، يعني مو شرط انك تسكن في بيت اذا راتبك، اخذ لك شقه وتطور معها، اذا انت راتبك 20-30 ألف ريال ممكن انك تقول والله اقترض واخذ لي بيت يعني اكبر، بيت اكبر، او انك من البدايه اذا انك راتبك اهلك، بس انت مو لازم انك تحط في بالك الهدف ممكن يبنى على مراحل، بحيث انك تبدا، وهذا اللي يصير في دول العالم كلها، يعني يبداون بشقه وبعدين ياخذ يعني عليها عباره بيت العمر، هذه مو صحيحه. لا الا لازم يكون في بيت العمر، لا اقصد انه بيت هذا بيت العمر كله يعني، والواحد يقولون في مثل مرات. عندنا يقولون دائما اول بيت تبيعه وثاني بيت تاجره وثالث بيت تسكنه، فيعني هي مفترض انه تدرج، يعني انت اول بيت تاخذه وتسكن فيه مرحله وتبيعه بعدين، والبيت الثاني ممكنك تأجر ودخلك زاد وتحسن وضعك وكبرت عائلتك، والبيت العمر هو اللي ممكن تكون انت استقريت وممكن راتبك اهلك انك تاخذ قرض مناسب وترهنه بطريقه مناسبه. تشوف الحل بتراجع الاسعار ولا برفع التمويل؟ الاثنين مع بعض، يعني المفروض ان غلاء الاسعار باسعار مبالغ فيها، تشوفها مبالغه الحين الاسعار؟ يعني اشوف الان بدات تتوجه توجه صحيح، يعني انت مستحيل انك تخفضها بنسب كبيره جدا، لان اصلا انت تشوف المعروض مو بس في السعوديه، على مستوى الخليج ومستوى المنطقه اللي حولنا الان بدات الاسعار تكون تقريبا مقاربه جدا، يمكن تكون اقل شوي تنزل شوي تعلى شوي، ولكن انا اشوف ان اليوم الاسعار في التوجه الصحيح. يعني عمليه التصحيح للعقار اللي قاعد يصير الان
الأرض يمكن تأكل 60-70% من تكلفة المبنى، صح؟ صحيح. إذن يعني مسألة أن تخفيض قيمة الأراضي يمكن هو هذا أول الحلول، حل مناسب. ويعني واليوم إذا توفرت، إذا نشوف أن التوفير الأراضي تكون المعروض موجود كثير، أوتوماتيكلي حيتخفض الأسعار. ولكن إذا صار العرض محدود ولا في تطوير في البنى التحتية والمناطق المطورة جاهزة، أكيد. أنت تشوف في احتكار في القطاع العقاري؟ أنا والله ماني عقاري وما يعني ماني فهم في العقار، ولكن لا أنا اللي أسمع يعني السوق كذا كسوق نظرة عامة. أنا أشوف السوق مفتوح، ولكن نوعية المعروض اللي موجود هو اللي يعتمد. يعني الناس ترغب في مناطق معينة، ترغب في أن تكون التنمية موجودة مناسبة، تكون قريبة من طيب. من الحاضر. إيش تحديات القطاع الخاص اللي تشوفه أنت في 2016؟ إيش اللي هتواجهون أنتم كقطاع خاص من تحديات؟ إيش هي يعني أبرز التحديات؟ من وجهة نظري نشوف الأنظمة، عدم وضوح الأنظمة اللي تضمن الاستثمار في القطاع الخاص، هذه مهم جدا أن تكون واضحة. المصادر الدعم الموجود كرفع الطاقة، رفع الخدمات الأخرى، تكاليف العمالة، نظم، هذه كلها تحديات تأثر سلبا على القطاع الخاص في النمو. وعدم الوضوح الرؤية وهي أهم شيء. إذا نعرف شو توجه مستقبلي كاستراتيجية اقتصادية للبلد في المستقبل إن كان القريب أو على منظور أطول شوي كنتكلم 10-20 سنة قادمة، والمنظور القصير نتكلم إلى 5 سنوات، لو وضحت الرؤية وعرفنا وشو بنكون عليه خلال الفترات القادمة وشو التكاليف اللي بنشوفها في المستقبل تكون واضحة بالنسبة لك قطاع خاص، أنت تقدر تبني عليها مشروعك وتحط المخاطر اللي موجودة. شكرا لك سيد محمد، انتهى وقتنا، وشكرا على هذه المعلومات. شكرا لك محمد العفارق. الله يسلمك. شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام أيضا شكرا لمتابعتكم، مع السلامة. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة.